إذا غاب الوعي حلت المصائب. الحديث هنا عن شركات توظيف الأموال. ففي ثمانينيات القرن الماضي بدأ ظاهرة هذه الشركات، استطاعت في فترة قصيرة أن تصنع لنفسها كيانا بالمخالفة للقانون. ورغم ضياع أموال المودعين في كل مرة، فإنه هناك شركات جديدة وهمية تتأسس وتلتهم مدخرات المواطنين ومكافآت نهاية خدمتهم، ولا يحصدون إلا السراب. هو الأمر الذي دفعنا للتساؤل عن ثقة بعض الناس في هذه الشركات، رغم أنها لا تبيع إلا الوهم، لأن بيعرضوا عليهم فوائد كتير، فدوت اللي بيخلوهم ان هم يدوا السكه ويخشوا وخلاص. وفي حكمه بيقول لك طول ما طماع كتير، طول ما النصاب كتير اكتر. يعني بس النصاب هو الطعم بتاع النصاب، هو زياده الارباح وزياده الفوائد، فلوس وشهر والتاني والتالي، وبعد كده ياخد الفلوس ويهرب. هو الربح الكبير اللي هم بيدوه طبعا المواطن بيطمع، عايز ربح اكبر وعايز حاجه تعديه، لكن في الاخر بيلاقي نفسه منصوب عليه في الاخر. المستريح والمستهدي والمعفرط والمشعوذ والناس بسطاء، هديكوا فايده 30%، فايده 40%، خد يا اخويا. اللي بيع جاموسته واللي بيع بيته واللي بيع ارضه واللي بيع تجارته والدين، للاسف الناس عارفه مفيش حاجه. طب ما تروح عن طريق الحكومه، روح عن طريق البنوك واسال هل الكلام ده صحيح ولا لا. انما مش معنى ان معايا قرشين واحد يجي يلعب في دماغي ويضحك عليا وياخدهم مني وارجع ايه خلوا اتنصب عليا. انت اتعاملت مع الشركات دي قبل كده؟ اتعاملت. اتنصب عليا. اتنصب عليك في قد ايه؟ اتنصب عليا ب 15,000 جنيه. كانت بدايه، هم اللي كانوا معايا، كانت بدايه اتنصب عليا واستعوضت ربنا فيهم. يعني القبض على اصحاب هذه الشركات الوهميه ليس حلا نهائيا للقضاء على هذه الظاهره، ولكن هناك أدوار أخرى يمكن أن تمنع تكرارها. عندنا 50 جهاز رقابة في مصر، فين هم بعد عن الناس دي؟ حد يشتري لما ليبرا لما تري الناس ما تعرف ازاي دول لما يصولوا ويجولوا ويلموا في الفلوس بتاع البشر وما حدش دريان عنهم. بص، لازم طبعا يكون في دور رقابي عليها من الدولة، يعني ما تبقاش الحرية شخصية كده، أو أن أي واحد يجي أو مجموعة تيجي تعمل جروب وتتكلم وتقول ان احنا عندنا شركات خاصه اخر واحد اللي هو المستريح ده اللي واخد مليارات من الناس، ونسمع طب ما الناس معاها فلوس كتير اهو، العمليه كويسه، طب ما يودي البنوك او يبقى او الدوله تعمل اي حاجه تاني بحيث ان الناس بفلوسها دي تقدر تستثمرها في اي حاجه، يعني تدير مشاريع للدوله والناس وتشغل البلد. طالب ان الحكومه تشوف الناس دي، اذا كانت الناس دي جاده تقننها وتكون تحت مسؤوليه او تحت اشراف الحكومه، تحت اشراف حكومه. انما كده كل اللي بيجي واحد يلبس بدله ويركب عربيه يروح ياجر له عربيه ويجي يقول ده انا فلان الفلان، وللاسف انه بينزل بيستغل الناس الغلابه اللي في الصعيد واللي في الارياف والناس اللي عايزه المكسب الكتير. قديما قالوا الطمع قل ما جمع، فرغم التاريخ الطويل للجرائم الماليه من هذا النوع والتي عانى منها كثير من المصريين، إلا أن سيناريو شركات توظيف الأموال ما زال يتكرر، ظاهرة تستحق الدراسة حتى لا نرى بين الحين والآخر مستريح جديد يستهدف تحويشة العمر.